أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. فريق الدفاع الحسني اللي يسعى من خلال هاد العقود ديال هاد الشراكات الى عدة شراكات كما تعلمون مع المؤسسات الدستورية إضافة للمحتضن الرسمي. اليوم فريق الدفاع الحسني الجيفة يحظى بثقة ديال شركة اللي هي أجنبية، شركة كورية اللي كتشغل في المجال ديال الأجهزة الإلكترونية، وصادنا أننا نوقعوا هاد الشراكة معها. وللمزيد من التفاصيل نعطي الكلمة لسي سي كوتين باش توصلنا أننا كسبنا ثقة ديال الشركة اللي كنتذكروا عليها الآن واللي كيمثلها السي بالمليح أمين المدير العام ديال الشركه اللي كنرحبوا به حتى هو بدوره. نكملوا معاهم مده اطول لان الرياضه اليوم في العالم كنشوفوها هي من اول يعني طرق التواصل مع المستهلك. انني نشتغل على استراتيجيه كتمكن هاد لامارك الدخول بنجاح في السوق المغربيه. كان هناك يعني عده افكار واشتغلنا على بزاف ديال المجالات منها الرياضه ومجالات اخرى، وفي اخر المطاف اخترنا فريق الدفاع الحسني الجليدي اللي كان اظن الاختيار الصائب بكونه اليوم كيتصدر كونترا لينير، سيتادير الى جدينا 3 درهم عندنا 600 ميل درهم في 1 مليون 2 في 1 مليون 2 يعني جوسكا لا فان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حنا دابا في بداية المشوار، يعني كما قلت في الأول قلت بأن لو كونترا اللي سنينا يعني ما فيهش غير يعني بالدارجة غنعطيك أن شيك وغدير لي لوغو في التكنولوجي اللي كنديرو الشركات ونشوف كاش نلقاو شي حلول بور لو بيان ديال لي دو أورغانيزم. جوست راجوتي أن بوان، هو أن ديجا في هذا الإطار ديال سكون فو فير on va d'ores et déjà commencer dès ce soir avec nos joueurs, et puis il y aura d'autres choses dans les régions déjà même d'abord dans ma part de la division, puis qu'il y ait d'autres actions dans les régions qui peuvent être afghans mais je suis à l'ouest qui me marque si j'ai un l'ouest parce que c'est une mission très difficile. اليوم حنايا في جديده بوغ نرسموا هذا لو كونطرا سبونسورينغ مع الفريق الدفاع الحسني الجديدي. لي غيزون اللي خلاونا نختاروا الدفاع الحسني الجديدي هي ان النتائج الرياضيه ديال لي ديرنيغ زاني هما كانوا نتائج عاليه ان تيرم سبورتيف، و لي زاسبيراسيون كالا سور البطوله à la fois sur le Botola mais également au niveau africain sont très élevés. Donc c'est en termes d'image, c'est quelque chose qui est très important pour nous, pour Injou, à la fois au Maroc et en Afrique, vu le développement de la marque en Afrique. Et donc on est très très content aujourd'hui d'être à la fois sur le maillot mais sur le terrain et sur les différents supports de communication que peut nous proposer Difa El Hassani Jadidi. Et encore... les contacts les arrivent comme tout, que ce soit à Casablanca, à Marrakech, à Fès, je vous laisse, non, mais que je vous le match, je dis là, parce que je vois cette division. Et nous, peut-être, ce sponsor, non seulement, pas pour qu'à la présenter au public, c'est une chose qui vient, ou tu ne vois rien, mais. اليوم يعني حضرتوا الندوه الصحفيه باش قدمنا العقد الاستشهار اللي كيربطنا بالشركه ديال انجو. لوبجيكتيف ديال من هذا لو كونطرا دو سبونسورينغ اللي المده ديالو عامين ونص، واللي خلانا فريق الدفاع الحسني الجديد يقتنع بهذا العقد، هو اننا مع هذه الشركه كان يعني عندنا بليزيور فالور اون كومان، يعني عده يعني القيم ديال فريق الدفاع الحسني الجديد مع القيم ديال الشركه، نوطامون يعني شركه شابه وعندها دي زومبيسيون بحال الفريق ديالنا، فهو اليوم فريق شاب مكتب
مسير شاب وب يعني بنتائج ايجابيه وكنتمنوا بان هذا لو كونطرا يعطي لا ستابيليتي فينانسيير للفريق كوم دوتغ كونطرا سبونسورينغ اللي غايجيو في الطريق وكي دي ستابيليتي فينانسيير غادي يقول فورسيمون ستابيليتي او نيفو ديال لي ريزولطا ويكون كل موسم موسم ايجابي بالنسبه لفريق الدفاع الحسين الجديدي. يعني كاين ان افونتاج ديريكت اللي هو لو كوتي فينانسي ولكن كاينين دوطغ افونتاج باسكو اون فا كري ان شاء الله اون اي اون تران دو ترافاي سور ان بلانينغ دانيماسيون او نيفو دو ستاد وهاد لي زانيماسيون يعني اللي غيكونوا في لو ستاد فالهدف منهم هو ان يعني نعطيو شي حاجه حتى للجمهور ديالنا يكون عندنا ان ستاد فيفون يعني يجي الجمهور ويكونوا دي طومبولا يكونوا دي زانيماسيون يعني في كاع لي ماتش اللي غيستقبل فيهم فريق الدفاع الحسين الجديدي بملعب العبدي ويعني الهدف هو ان هاد لو كونطرا يكون يعني عنده ان شاء الله الا كان مركز يعني اللي كيأهل المسابقات الافريقيه ولا مركز جد مشرف يعني في البطوله الوطنيه يكونوا دوتر زافونتاج غنقدروا نناقشوهم مع هذا المستشار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.